السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أمير من قناة أمير كعب الزعيم. اليوم عنا فيديو كالعادة عن لعبة البليوردو، فقبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا تضغطوا على جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شي جديد. ويلا خلونا نبدأ، وهاي مع أول خصم نشوف إيش راح يكون. ماذا سيفعل؟ اضرب ولا كرة وما تسكرش علينا. لا بدي العبها ايبك جيم، حاول نجيبها زي هيك ان شاء الله جاي. يا سلام يا سلام على البند قدامكم، ما بلعب هكا ولا شي. تمام، هاي انا المفروض يعني هاي صعبة تيجي، ولكن راح اضربها يعني هيك تقدير. انا شباب حكيت لكم تقدير انها تيجي بالنص، تقدير بس ما زبطت. ان شاء الله نحكي له ايبك جيم، هو ما راح يفهمها ما راح يفهمها. ما جابش ولا كرة. نحكي له ايبك جيم، نحكي له ايبك جيم. وين هذا ايبك جيم؟ لفوق صح. خلص هو لما يشوفني بلعب ايبك جيم اصلا تسكر علي. يعني وين ال فيش ايبك جيم بالمر. طب هاي نجيبها زي هيك، هاي تضربها. ايوه يا سلام على البند، ادخلي. يا سلام على البند، جيم اسطوري. الجيم اللي بعده. طيب شباب، هاي الخصم اللي بعده ضربة مع مين؟ ضربة معه. شوف ايش راح يعمل. لا لا لا، هاي ضربة مش تمام. للأسف للأسف سكر علينا. انا هيك كيف شو بدي اعمل زي هيك؟ انا هيك بدي اعمل، ما بتجيش ما بتي. يا سلام، مع اني حمات فل فل باور للضرب على يعني حامي. نايس شوت. احكي له ايبك جيم نجرب، بس شباب تحملونا نجيب له الكلمة، نجيب له الكلمة الكلمة. وين هاي ايبك جيم؟ هاي ايبك جيم، نعدل هاي هيك. تمام، حكينا له ايبك جيم، ان شاء الله يكون شافها وفهمها. تمام، مش فاهم شو ايبك جيم. للأسف اغلب لاعبين البلياردو مش فاهمين شو ايبك جيم. تمام، ايش حاليا رح يعمل؟ سحب، راح يسحبه عادي. انا كنت عارف. ادخلي يا خصم، ادخلي ادخلي. هيك راح يسحبه. انا يعني مش عارف شو احكي لكم. سحبه سحبه، لا مجال للمجاملات. سحب بكل سهولة من النوع اللي بحرك سبين طبعا. فنشوف شو بده يعمل. اوه انسحب، خلص انسحب انسحب انسحب. نصيحتي انسحب، نصيحتي انسحب. جود جيم، طبعا جود جيم. خلص 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 خلص، لو خففناها شوي بس. اتوقع هيك بتيجي صح؟ اتوقع هيك بتيجي. نعيرها صح هاي هيك، بستنى لاخر لحظة مش عارف. خلص ما هي واضحة اني راح افوز هيك. شباب بدناش الوقت عشان هيك. انا حاسسها راح تكون خفيفة، راح تكون خفيفة. ما اجت. خلاص انا المفروض اللي انسحب. You're doing great.
عاد حكينا له ايبك جيم، مش فاهمها. حكينا لك اجي ايبك جيم يا زلمة. طيب الجيم اللي بعده، هاي زي هيك، اضرب فول باور. للأسف للأسف ما تمام. نشوف كيف بده يجيب هاي. او ضربها هو مش عارف، يعني ضربها عادي. طيب شوف ايش راح معقول يجيبها وينهي الجيم. أوه والله كانت قريبة. طيب انا بدي احاول اجيبها بنت واضربها بالتسعة. لو هاي هيك هاي هيك ان شاء الله. يلا دخلت الكرة الواحة. الله تسكر علينا تسكر علينا للأسف. طيب معقول هاي اضرب. شوف كيف راح يلعبها، راح يضربها في التسعة كمان مرة. كمان مرة حالف يجيب التسعة، ما بزبط زيك. تمام. هذا هو كان الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسوا تضغطوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شيء جديد. وكان معكم أمير من قناة أمير كعب الزعيم، ومع السلامة.